قال الإمام الصادق عليه السلام لأبي بصير صلوات الله عليه: يا أبا محمد، صرتم عند أهل هذا العالم، يقصد البكريين، طبعا يقصد البكريين الجاهلين القاصرين، وأما البكريون الجاحدون فهم يعرفون. يا أبا محمد، صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس. روح للقصيم مثلا عند البكريين الجاهلين القاصرين هناك، أو إلى جبال تورابورا عند الجاهلين القاصرين منهم، فاسألهم عن المسلمين أي عن الشيعة، فيقولون هذول شرار الناس. يا أبا محمد، صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس، وأنتم، الواو حالي يعني والحال أنتم، والله في الجنة تحبرون، مسرورين في الجنة، أما هذول يعتقدون إنكم في النار، وفي النار تطلبون. البكري المتعصب، أما الجاهل القاصر عندما يروح للقيامة ويمتحن ويرسب في الامتحان ويدخل جهنم، فيقوم يبحث يدور في جهنم، وين الشيخ المفيد هذا اللي أنا كنت أعتبر إمام الأشرار، وين الشريف المرتضى، وين الشيخ الطوسي؟ يا بي لا تدوخ نفسك، هذول في غير مكان، انت في جهنم، ابحث عن بن لادن، بن لادن، عن الظواهري، ما ادري عن الزرقاوي، عن الخميني، عن الخامنئي، عن المنتظري، انت في جهنم، ابحث عن هذول، عن صدام وما صدام، يعني ابحث عن هذول، عن عفلق وما عفلق. خورحت على الشيخ المفيد والشريف المرتضى والشيخ الطوسي، خدا يضيع عمرك في جهنم، لان ماكو شاره، هذول ما موجودين هناك.